ما شاف جميع المباراه، جوج مباريات عدلنا فيهم ما كانش عادي، كنا عازمين والمباراه الاولى كنا رابحين وخدمنا على داك الشيء اللي خاصنا، والحمد لله جاب تيسير في هذه المباراه، جينا عازمين باش ندو 3 بوان ان شاء الله، والحمد لله يسر في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ف من بعد التعادل داخل الميدان فخدمنا اسبوع كامل على اساس باننا نفوزوا بهذه المقابله، كان علينا ضغط مقابله بالنسبه لنا بست ديال النقاط اللي غادي يتبعدنا شيئا ما على المراتب الاخيره. كنبغي نشكر جميع اللاعبين على القتاليه ديالهم، كنبغي نشكر الجمهور هذا اللي جا ساندنا، وكنقول لهم ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرف الجميع المباراه اليوم كانت ديال ست نقاط اللي كانت كنا لاعبين مع خصم مباشر اللي قريب لينا، الحمد لله دابا طلعنا وسط الترتيب. لعبنا مقابلات بصراحه ما كناش خايبين، كنا نستاهلوا ندي 3 بوان بخصوص الماتش اللي فات مع شباب الخاص قنافه، كنا رابحين بجوج زيرو وانكسينا ورجعوا علينا، والماتش ديال ستاد ماروكان اللي كنا رابحين عاوتاني ورجعوا علينا في النتيجه. جينا اليوم لسلا باش نحققوا 3 بوان اللي تبعدنا على اسفل الترتيب، وكنشكر الجماهير العيونيه اللي صراحه ساندتنا وكما كيقولوا ضربت الطريق وجات باش تساند الفريق ديالها، كنشكرها وكنشكر حتى الجماهير السلاويه لانني لاعب سابق وما ننساش الخير ديالهم. صراحه فريق الجمعيه السلاويه ما يستاهلش فرقه في القسم الوطني الثاني، لا هي شباب مسيره فرق كبار خاصهم يرجعوا للقسم الوطني الاول.